مرتلة للشيخ القارئ عبد الرزاق الدليمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى
تكونا من الخالدين.
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ولكل